مدنيا في غزة. استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في محيط متنزه برشلونة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. كما شنت غارات على أحياء الدرج والتفاح والشجاعية والصبرة في المدينة. في شرق المدينة قصفت المدفعية الإسرائيلية حي الشجاعية وحصرت عددا من العائلات داخل منازلها في محيط مسجد الشهداء. أما في جنوب القطاع فاستهدفت غارتان جويتان بلدتي عبسان وخزاعة شرق مدينة خان يونس. كما استهدف قصف مدفعي المناطق الجنوبية والوسطى من مدينة رفح. بينما تدور اشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في حيي تل السلطان والسعودي غرب المدينة. مع استمرار عملية النزوح القسري من حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة بسبب العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والتي أدت إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من المناطق الشرقية من مدينة غزة وتحديدا من هذا الحي حي الشجاعية الذي يتعرض لعملية قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية والدبابات المدفعية الجيش الإسرائيلي وأدى ذلك إلى تهجير العائلات الفلسطينية باتجاه المناطق الغربية. ونحن الآن نتواجد في مربع منطقة الكنز في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة حيث الآلاف من المواطنين الذين نزحوا من حي الشجاعية يتواجدون في هذا المكان والذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة حيث لا توجد المياه النقية للشرب ولا يوجد الأكل. هنا يصطف المواطنون في طابور كبير من أجل الحصول على مياه الشرب النقية والتي لا تتوفر في المناطق الغربية من مدينة غزة. علهم أيضا يستغيثوا من خلال أيضا هذه المياه ويغيثوا أبنائهم وأيضا يشربوا المياه الصالحة حيث أن أيضا حرارة الجو وحرارة الصيف مرتفعة جدا، لذلك المواطنون هم بحاجة ماسة إلى هذه المياه النقية التي يعني لا تتوفر في المناطق الغربية خاصة مع تدمير الجيش الإسرائيلي لكل الآبار الارتوازية التي تغذي السكان هنا في المناطق الغربية. فالمواطنون يأتون إلى هذه المياه النقية التي تأتي عبر أحد الصهاريج في حي الرمال غرب مدينة غزة من أجل التزود بالمياه النقية. لقناتي العربية والحدث، خضر السعنون، غزة. من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة أهلا بك معنا من جديد، نتابع معك التطورات الميدانية خاصة المتعلقة بالتوغلات الإسرائيلية الجديدة في عدة أحياء في قطاع غزة في ظل استمرار عمليات النزوح القسري لآلاف الفلسطينيين من منطقة إلى منطقة، ما الذي يحدث؟ نعم، صباح هذا اليوم تم انتشال 5 ضحايا من المنطقة الغربية لمدينة رفح. تم استهداف منزل عائلة زعرب ونقل الضحايا والإصابات إلى مستشفى ناصر في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. ولكن الجيش الإسرائيلي يوم أمس انسحب من المنطقة الغربية لمدينة رفح تحديدا من منطقة الشاكوش، هذه المنطقة المكتظة بالعائلات الفلسطينية والمكتظة بالخيام ومراكز الإيواء، وحاصرت عدد كبير من هذه الخيام الموجودة في هذه المنطقة وقتلت عدد كبير من المتواجدين في مراكز الإيواء وفي الخيام. ومن ثم انسحبت، تم انتشال 9 ضحايا يوم أمس، وثم باغتت الدبابات الإسرائيلية من جديد سكان هذه المنطقة وحاصرت أيضا عدد جديد من هذه الخيام الموجودة في المنطقة الغربية. حتى هذه اللحظة الدبابات موجودة في المنطقة الغربية، هناك عدد كبير من الإصابات في المنطقة الغربية. قبل قليل الدبابات الإسرائيلية توغلت في قلب مدينة رفح وأحرقت مسجد العودة، هذا أحد أهم أكبر المساجد في مدينة رفح، بالإضافة لتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل في منطقة البرازيل في منطقة وسط وجنوب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. نتحدث على وجود عدد كبير من الإصابات، حتى هذه اللحظة لم يتمكن أحد من الوصول إليهم في المنطقة الغربية لمدينة رفح، بالإضافة إلى أن الجرافات الإسرائيلية جرفت أكثر من 500 دنم من الأراضي والدفئات الزراعية في المنطقة الغربية لمدينة رفح، وهذه المنطقة تعتبر سلة زراعية وغذائية لكل سكان قطاع غزة، جرفت بشكل كامل. وعادت الآن الدبابات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة لتمارس عملية التجريف والقتل بحق السكان والمدنيين والنازحين في المنطقة الغربية لمدينة رفح. أيضا في منطقة مدينة غزة المدفعية الإسرائيلية تقصف جانبي حاجز نسرين سواء كان من المنطقة الشمالية أو الجنوبية. من المنطقة الشمالية
الشرقيه، هناك قصف على منطقه تل الهوى ومنطقه الكليه في المنطقه المحيطه في حاجز السريم. اما في المنطقه الجنوبيه كان القصف المدفع باتجاه منطقه المخيم الجديد شمال مخيم النصرات. نعم. في المنطقه الشرقيه لمدينه غزه هناك الجيش الاسرائيلي يرتكب مجازر بحق السكان، خاصه وان الجيش الاسرائيلي توغل في هذه المنطقه قبل عده ايام وحاصر عدد كبير من المنازل، وكان هناك مناشدات من الدفاع المدني من اجل نجدة وانقاذ حياه السكان. نعم. الذين ما زالوا محاصرين في المنطقه الشرقيه لمدينه غزه. نتحدث هنا على الجيش الاسرائيلي اجبر عدد كبير من السكان على النزوح باتجاه منطقه جنوب قطاع غزه، تم اجبارهم ونقلهم عبر شاحنه ونزحوا بالفعل عبر شارع صلاح الدين باتجاه منطقه جنوب قطاع غزه. حتى هذه اللحظه هناك عدد كبير من العائلات محاصر في المنطقه الشرقيه لمدينه غزه. كيف بحسب شهادات مؤسسات حقوقيه، يعني حينما تقول الكثير من العائلات محاصره في تلك المناطق كيف؟ كيف أن المنطقة الشرقية فيها سياج فاصل، وهي منطقة تفصل قطاع غزة عن إسرائيل، وبالتالي هذه المنطقة فيها دبابات. الدبابات عندما توغلت بشكل مفاجئ اتجهت من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية، ومن ثم قامت بالالتفاف على مجموعة من المنازل في المنطقة الشرقية، وهذا منع عملية الهروب أو محاولة النزوح لهذه العائلات وبقت في منازلها. فالمنطقة الحدودية والشرقية منطقة السياج الفاصل يمنع وصول أي شخص لهذه المنطقة، ومن الجهة الغربية والشمالية والجنوبية هناك دبابات تحاصر كل هذه المنازل، وبالتالي الجيش أطبق الحصار على كل هذه المنازل. يوم أمس أجبر جزء من هذه العائلات على النزوح باتجاه منطقة جنوب قطاع غزة عبر إجبارهم عبر مسلك وحيد بالاتجاه لمنطقة الجنوب، وبالفعل سلكوا باتجاه منطقة الجنوب. والآن هناك عدد قليل من العائلات، يعني الدفاع المدني بدأ يناشد المنظمات الدولية بأن يتم التنسيق مع الجيش من أجل السماح لهذه العائلات بالنزوح إلى المنطقة الغربية والخروج من منطقة القتال في منطقة حي الشجاعية. نتحدث على أحياء كثيرة، سواء كان منطقة المنصورة، التركمان، شارع النزاز، حي الشجاعية، كل هذه الأحياء في المنطقة الشرقية أكثر من 28 بلوك تم تهديدها بالإخلاء.